السلام عليكم. اليوم نتكلم على إقامة سكنية رائعة راهي قيد الإنشاء بالقرب من مدينة بجاية في منطقة جبلية. إذن نعرف باللي بجاية يعني كلها دارين بها يعني تضاريس وعرة، وهذا هو لازم البناء في هذه المناطق. المهم تكون يعني الحفاظ على البيئة، ويعني من ناحية تصريف المياه وكذا وكذا، وكذلك يكون فيه مراعاة الجانب الجمالي. وهنا نشوف يعني توزيع السكاني رائع، والنظام تاع يعني البناء تاع الأفقي، هذا اللي نحب نشوفه في كل ولايات الوطن. إن شاء الله يعني المسؤولين يتوجهوا لهذا النوع من السكنات. وكذلك نلاحظ انه حتى يعني الديكورات من الداخل لي بلون تاع فيها عصرنه وفيها يعني عمل تاع ابداع. ان شاء الله يتعمم هذه النوع من السكنات. ونخليكم معني هذا الفيديو. السلام عليكم.